الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، النهاردة معادنا مع أول درس في الوحدة الثالثة، درس الكون. كتير احنا بنسأل نفسنا ايه معنى الكون، أو الكون ده عبارة عن ايه. لو احنا جينا ببساطة بنقول الكون ده هو عبارة عن إيه؟ الفضاء الممتد، الفضاء الممتد الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والأقمار والكائنات الحية وكل الخليقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. زي ما احنا كده شايفين في الصورة دي، صورة للكون اتخذت بالأقمار الصناعية. ظاهر عندي آلاف ملايين المجرات، وما بين المجرات وبعضها في فضاء ثابت. يبقى الكون عبارة عن ايه؟ فضاء، فضاء واسع ممتد يحتوي على ايه؟ يحتوي على المجرات، والمجرات تحتوي على النجوم، والنجوم بتدور حولها كواكب، والكواكب تدور حولها أقمار، وعلى الكواكب بتعيش كائنات حية وكل الكائن الخليقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. طب لو أنا قلت يعني إيه مجرة؟ المجرة دي عبارة عن مجموعة من النجوم تدور معا في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية. مجموعة من النجوم بيدوروا مع بعض في الفضاء الكوني. عدد المجرات في الفضاء الكوني أو في الكون 100,000,000,000 مجرة بالتقريب، 100,000,000,000 مجرة. المجرات بتكون موجودة في هيئة عناقيد. المجرات بتكون موجودة في عناقيد. لو قلنا ايه هي عناقيد المجرات، هي عبارة عن مجموعات المجرات التي تدور في الفضاء الكوني بتأثير الجاذبية، بتأثير الجاذبية. قلنا إن الكون بيحتوي على 100,000,000,000 مجرة، يعني 100 بليون مجرة. كل مجرة لها شكل مختلف بيميزها عن المجرة التانية، بيتناسق ويترتب مع مجموعات النجوم حسب تناسق وترتيب النجوم المجموعة اللي هي موجودة فيها. من ضمن المجموعة 100,000,000,000 مجرة، المجرة اللي احنا موجودين عليها هي مجرة درب التبانة. دي مجرة حلزونية أو لولبية. ومجرة درب التبانة بتعتبر مجرة من المجرات اللولبية أوية، وزيها زي باقي المجرات بتحتوي على أعداد هائلة من النجوم، أعداد هائلة من النجوم. في مركز المجرة بيكون موجود النجوم القديمة اللي هي الكبيرة في العمر، والنجوم الصغيرة بتحيط بالنجوم الكبيرة من الخارج اللي هي بتكون أحدث عمر. طيب، على مجرة درب التبانة، على أحد الأذرع اللولبية وأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة، بتوجد المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. أدي مجرة درب التبانة أهي، لها أذرع حلزونية. إحنا فين؟ موجودين على كوكب الأرض تبع النظام الشمسي. يقع النظام الشمسي فين؟ على أحد أو على حافة مجرة درب التبانة، على أحد أذرعها الحلزونية. أحد الأذرع الحلزونية دي على أحد الحواف بتاعتها موجودة مين؟ المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي. النظام الشمسي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شمس. الشمس دي نجم واحد، عشان كتير بيلخبطنا في الأسئلة. نجم واحد موجود في النظام الشمسي اللي هو الشمس، والشمس دي نجم متوسط. بيدور حول الشمس 8 كواكب اللي هم عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.
8 كواكب. الشمس واحدة من النجوم أو من ملايين النجوم اللي هي بتدور حول مركز مجرة درب التبانة. الشمس بتكمل دورتها حول مركز المجرة في حوالي 220 مليون سنة علشان تكمل دورة واحدة كاملة حول مركز المجرة. يبقى بتاخد نجم الشمس بتستغرق 220 مليون سنة لعمل دورة واحدة حول مركز المجرة. طب احنا قاعدين من الصبح بنقول مجرة درب التبانة، يعني ايه مجرة درب التبانة؟ او ليه هي اتسمت بالاسم ده؟ مجرة درب التبانة سميت بالاسم ده لأنها تشبه التبن المنثور، كمان بتسمى بالطريق اللبني لأنها بتشبه اللبن المسكوب شكلها من حيث الشكل يعني. طيب احنا من خلال الكلام اللي احنا قلناه ممكن نعمل مخطط للكون. بنقول ان الكون عبارة عن فضاء واسع يحتوي على المجرات. المجرات من ضمنها مجرة درب التبانة. مجرة درب التبانة تحتوي على العديد او ملايين النجوم، من ضمنها إمس اللي هي بتحيط بها الثمانية كواكب وتكون المجموعة الشمسية او النظام الشمسي. من ضمن كواكب المجموعة الشمسية كوكب الأرض. ده لو احنا عايزين نعمل كده مخطط للكون. طيب لا، المسافات ما بين النجوم في الكون بنقيسها ازاي؟ بيقول لي بالرغم من ان الكون مليان بالنجوم المضيئة لكن لا تكفي لإضاءته. يعني دايما اللي بيطلعوا رواد الفضاء بيطلعوا يصوروا الفضاء من الخارج بيبان ان هو مظلم على الرغم ان هو مليان بملايين النجوم. طب ايه السبب؟ بيقول لي ان السبب ان في مسافات كبيرة جدا جدا بتقدر ببلايين الكيلومترات بين النجوم دي، بتكون عبارة عن فضاء مظلم وبارد، فضاء مظلم بارد. وبسبب المسافة الكبيرة دي بين النجوم بالتالي احنا مش بنقدر نقيسها بالكيلومتر، ولا هنقيسها بايه؟ هنقيسها بوحدة قياس اسمها السنة الضوئية. بس السنة الضوئية دي هي وحدة قياس المسافات بين النجوم في الكون. ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. يبقى وحدة قياس المسافات بين النجوم في الفضاء الخارجي او في الكون هي السنة الضوئية. قلنا ان السنة الضوئية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة التي يقطعها الضوء في سنة. طيب بنلاقي ان الكون كيف نشأ؟ كيف نشأ الكون؟ كتير مننا بيسأل نفسه كيف نشأ الكون؟ أحد العلماء اكتشف إن المجرات في حالة تباعد مستمر عن بعضها، كل شوية أو كل ما تعدي فترة زمنية بتبدأ المجرات في الكون تبعد عن بعضها. الظاهرة دي اللي اكتشفها العالم ده أطلق عليها أو سماها تمدد الكون. يبقى لما اجي اقول ايه هو تمدد الكون؟ هو التباعد المستمر بين المجرات في الكون نتيجة لحركتها المنتظمة. زي ما احنا شايفين هنا في الصورة، الكون لو احنا اعتبرنا ان النقطة اللي في النص دي هي المجرات، كل مدى ما هي بتبعد عن بعضها وكل مدى ما لما هي بتبعد بيحصل تمدد لمين؟ للكون. يبقى لما اجي اقول ايه هو تمدد الكون؟ تباعد مستمر بين المجرات في الكون نتيجة حركتها المنتظمة. طيب كيف يتمدد الكون؟ عشان نعرف ازاي الكون بيتمدد هنعمل كده تجربة بسيطة.
اكيد ماما في البيت بتعملها، اللي هي هنعمل ايه؟ هنجيب دقيق وميه دافيه وخميره، الخميره اللي احنا بنخبز بيها العيش، وهنجيب زبيب وطبق كبير شفاف عشان نعجن فيه. هنحط الدقيق والميه والخميره ونخلطهم على بعض ونبدأ نقلبهم لغايه لما نعمل عجينه متماسكه. بعد ما نعمل العجينه، هنحط حبيبات الزبيب في سطح العجينه، على السطح كده من فوق هنحط ايه؟ الزبيب. هنغطي العجينه دي ونسيبها في مكان دافي لغايه لما يكتمل ايه التخمر بتاعها، لغايه لما تخمر يعني. بعد شويه هلاقي ايه بقى؟ حصل انتفاخ او تمدد للعجين، العجينه خمرت مددت انتفخت. هيحصل ايه بقى؟ الحبات الزبيب اللي كانت على السطح بدأت تبعد عن بعضها بمرور الوقت. نستنتج ايه بقى من الكلام ده؟ لو احنا اعتبرنا ان الكون هو عبارة عن العجينة والمجرات هي الزبيب، يبقى اذا الكون بيكون في حالة تمدد مستمر زي بالظبط العجينة اللي احنا عملناها دي. وبالتالي بنستدل من خلال التجربة بتاعتنا على ان المجرات في حالة تباعد مستمر عن بعضها بمرور الزمن. نيجي للسؤال بتاعنا، كيف نشأ الكون؟ الكون ده ازاي اتكون وازاي نشأ؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انشأ الكون، لكن ازاي؟ من بداية الخلق والانسان بيفكر ازاي نشأ الكون ده. الانسان البدائي اللي هو كان موجود في العصر الحجري ربط ما بين نشأة الكون والخرافة، يعني كان خيال الإنسان بيسمح بيسيطر عليه الخرافة، ما كانش فيه أي نظريات علمية عن نشأة الكون في الوقت ده، كان لسه أصلا الإنسان بدائي الإنسان الحجري. بعد كده لما تقدم الإنسان وتطور وبدأ ينشأ أول حضارة قديمة اللي هي عند المصريين القدامى والبابليين، كانوا بيعتقدوا بوجود إلى آلهة للكون أو آلهة متعددة. طبعا في مصر كان مقسمين مصر 40 إقليم، وكل إقليم له إله مختلف عن الإله التاني بتاع الإقليم التاني، فهم ربطوا بين تعدد الآلهة ونشأة الكون، فقالوا إن أزلية الكون ووجود الكون مرتبط بوجود الآلهة. طالما ان الإله ده موجود يبقى الكون ده موجود، وطالما ان في إله يبقى الإله هو اللي أنشأ الكون. بعد كده زاد علم التنجيم في الحضارتين الهندية والصينية في التقدم بتاع الإنسان المصري القديم، ولما ربط ما بين فكرة أزلية الكون والآلهة اللي هي بتسيطر على الكون في الحضارتين الهندية والصينية، كان بيسود علم التنجيم. لكن فلاسفة الإغريق والرومان بدأوا يحطوا نظريات توضح أو تفسر الظواهر الكونية وتفسر نشأة الكون. طيب نشأة الكون في العصر الحديث، قبل ما نتكلم عنها هنشوف كده مع بعض فيديو يتكلم عن نشأة الكون في العصر الحديث ومدى ارتباطها بقول الله تبارك وتعالى وما يدل عليه في القرآن الكريم. نص القرآن الكريم في نشأة الكون وعلاقته بالنظريات الحديثة، وبعدين نكمل المعتقدات الحديثة أو النظريات الحديثة اللي بتفسر نشأة الكون. الانفجار العظيم. ترى هل سأل أحدنا نفسه يوما قائلا ما هذا الكون
وهل بالمستطاع أن نعرف كيفية نشأته؟ وهل في القرآن الكريم ما يمهد لنا السبيل إلى ذلك؟ فلنسر سويا بحثا عن هذه الظاهرة. السماوات والأرض كانتا في البدء ملتصقتين ثم فصلتا، هكذا يشير القرآن الكريم، وهكذا يقول علماء التفسير عند تأويلهم لقوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالرتق في اللغة هو الالتصاق، والفتق هو الفصل، والمعنى أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة ثم حدث انفصال تكونت بعده سائر المجرات والكواكب. هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي. ولكن ماذا يقول علماء الفلك في القرن العشرين عن نشأة الكون؟ في سنة 27 و900 ألف نشر عالم الفلك البلجيكي جورج لوماتر تصوراته عن نشأة الكون، حيث قال بأن الكون في بدايته كان كتلة غازية واحدة عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، وبتأثر الضغط الهائل الآتي من شدة حرارتها حدث انفجار عظيم فتق هذه الكتلة الغازية وقذف بأجزائها في كل اتجاه، فتكونت مع مرور الزمن المجرات والكواكب والنجوم. وسميت نظريته هذه بنظرية الانفجار العظيم Big Bang Theory. وفي سنة 65 و900 ألف قام الباحثان الأمريكيان بنزياس وويلسون بتأكيد هذه النظرية، حيث التقطا إشارات كونية لا تتغير مع الزمن أو الاتجاه تمثل بقايا الانفجار العظيم. وفي سنة 89 و900 ألف أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية نازا قمرها الاصطناعي كوبي إكسبلورر، والذي قام بعد 3 سنوات بإرسال معلومات دقيقة إلى الأرض تؤكد نظرية الانفجار العظيم، وسمي هذا الاكتشاف باكتشاف القرن العشرين. يبقى زي ما احنا كده شفنا في الفيديو، ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كيف نشأ الكون ومدى تطابق قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، مع نظرية أحدث نظريات العصر وهي نظرية الانفجار العظيم. تعالوا نشوف تصور نشأة الكون في العصر الحديث. طبعا ما كانش حد موجود وقت تكون الكون عشان أو وقت نشأة الكون عشان يحكي لنا إزاي نشأ الكون، لكن عرفنا إزاي، عرفنا من الاكتشافات الحديثة من خلال علم الفيزياء والفلك، عرفنا تاريخ الكون من اللحظة الأولى لنشأته. حصل إن كتير من العلماء وضعوا نظريات، تعددت النظريات اللي بتفسر نشأة الكون، لكن أهم نظرية منهم هي نظرية الانفجار العظيم. العالم فرويد هويل وضع نظرية في تفسير نشأة الكون، وعندما أراد أن يعترض على نظرية أخرى أطلق عليها اسم نظرية الانفجار العظيم.
احنا قلنا ان العلماء كانوا بيتنافسوا في وضع نظريات لتفسير نشأة الكون، فمن كان من ضمن العلماء دول واحد اسمه فرويد، واحد تاني وضع نظرية، فكان فرويد هو اللي عايز يسخر من نظرية الشخص تعالوا مع بعض نشوف نظرية الانفجار العظيم بتقول ايه. النظرية دي وضعت سنة 1933، معلش عذرا في غلطة هنا، 33. سنة 33 فوضعت النظرية دي سنة 1933. بتقول ايه النظرية دي؟ بتقول ان بداية الكون كانت عبارة عن كرة غازية ضئيلة الحجم جدا، وارتفعت الضغط فيها عالي جدا، درجة الحرارة مرتفعة جدا، يبقى تاني يبقى بيقولوا ان الكون ده كان عبارة عن كرة غازية صغيرة جدا، حجمها صغير جدا، الضغط فيها عالي جدا، درجة الحرارة فيها مرتفعة جدا بشكل يفوق التخيل. حصل ايه بقى للكتلة دي؟ حصل لها انفجار. من لحظة الانفجار العظيم اللي حصل لها من حوالي 15 ألف مليون سنة، حصل بقى عمليتين تمدد وتغير وما زالوا مستمرين في الكون. لما اجي اقول ايه هي نظرية الانفجار العظيم، فهي نظرية تفسر نشأة الكون من انفجار هائل حدث منذ 15 ألف مليون سنة، تولدت فيه كل أشكال المادة وتغير مستمرين. ده بالنسبة لنظرية الانفجار العظيم وإيه اللي حصل فيها. تعالوا نشوف مع بعض تاريخ الكون من وقت ما حصل الانفجار. أول حاجة لحظة الانفجار، قلنا انفجرت الكرة الغازية التي نشأ منها الكون وبدأت عمليتي التمدد والتغير. بعد مرور دقائق حصل إيه؟ أصبحت درجة الحرارة حوالي 10 آلاف مليون درجة مئوية، يعني 10 بليون درجة. كمان حصل ايه تاني؟ اندمجت الجسيمات الذرية وكونت سحب من غازي الهيدروجين والهيليوم. نسبة الهيدروجين 75% ونسبة الهيليوم 25%. ناخد لبالنا النسبة دي، 75% هيدروجين و25% هيليوم كونوا المجرات والنجوم والكون عبر ايه ملايين السنين. بعد حوالي 1000 مليون سنة بدأت تتجمع المادة وتكون المجرات في صورة كتل. في الفترة ما بين
2000 ل 3000 مليون سنة ساعدت عمليتي التمدد والتجاذب على تجمع المزيد من المادة دي عشان تشكل بناء أكبر اللي احنا بنسميها أسلاف المجرات، تاركة مناطق من الفضاء الخاوي بينها، بدل ما هو أسلاف المجرات بعد 3000 مليون سنة بدأت تتشكل المجرات وتاخد كل مجرة شكل مميز ليها. بعد حوالي 5000 مليون سنة ظهرت معايا مجرة تاخد الشكل القرصي لها أو الشكل الحلزوني. بعد 10000 مليون سنة بدأ ميلاد النجوم في مجرة في المجرات، ومنها الشمس اللي موجودة في مجرة درب التبانة، ونشأت الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية. بعد حوالي 12000 مليون سنة بدأت تظهر أول أشكال الحياة البدائية على ظهر الأرض اللي هي كانت الذرات والإنسان الحجري. بعد حوالي 15000 مليون سنة الكون في شكله الحالي اللي احنا عايشين فيه حاليا، ده تاريخ الكون من بداية الانفجار إلى الوقت الحالي. طب ايه مستقبل الكون؟ هل الكون هيفضل في حالة تمدد مستمر ولا هيحصل ايه بالظبط؟ العلماء بيتوقعوا نظريتين تقبل الكون. بيقولوا ان الكون كتلة غازية صغيرة الحجم جدا، مرتفعة الحرارة والضغط جدا. الكتلة دي انفجرت وبدأ الكون يتمدد ويتمدد. هما بقى بيقولوا ان التمدد ده هيفضل مستمر حسب نظرية الكون المفتوح، وان مفيش نهاية محددة للكون. على النقيض جات نظرية تانية بتقول ان الكون بعد ما هيوصل لحجم معين من بعد التمدد هيدخل على انه يصغر تاني. بعد ما بدأ يكبر يصغر يصغر لغاية لما يوصل الى الحجم الكرة الغازية اللي كان عليها في البداية خالص قبل الانفجار. بعدين الكتلة الغازية دي الصغيرة تبدأ تنفجر مرة تانية في انفجار عظيم تاني. يبقى دول النظريتين اللي وضعهم العلماء لتحديد مستقبل الكون. نظرية الكون المفتوح، قلنا دي نظرية تفترض ان الكون هيستمر في حالة تمدد لا نهائي بدون توقف، وان مفيش نهاية محددة للكون. على النقيض او على العكس جت نظرية الكون المغلق، دي بتفترض ان الكون سوف يتوقف عن التمدد بعد ما هيوصل لحجم معين. هيحصل ايه؟ هيبدأ في التقلص لغاية لما يعود الى الكرة الغازية التي نشأ منها في البداية. وبعد ما يعود للكرة الغازية التي نشأ منها من البداية هيبدأ يحصل انفجار عظيم مرة تانية. كده يكون احنا ايه خلصنا الدرس بتاعنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.